اهلا بيكم طلاب سنه خمسه، يلا نبدا مع بعض درس جديد في يونت 1. الدرس بيتكلم عن هاو تو جرو تشيك بيز. هاو تو جرو تشيك بيز يعني كيف تزرع نزرع الحمص. طيب وعندي برضو عنوان جانبي للدرس اسمه فروم فارم تو فورك. فروم فارم تو فورك يعني من المزرعه الى الشوكه، يعني من اول خطوه ما بيبقى في الفارم في الحقل، يعني ما بيبقى مزروع لحد ما يوصل لينا كطعام او كأكل بناكله. الخطوات ديت بتتم ازاي؟ هناخدها كلها بالتفصيل. طيب اول حاجة قبل ما نبدأ الدرس، عندنا احنا خدنا كلمتين بمعنى حمص. اول واحدة حمص حمص، والتانية تشيك بيز. ايه الفرق بين الاتنين؟ زي ما احنا شايفين في الصورة، حمص اللي هو الحمص وهو ناشف كده، الحبات بتاعته اللي هو ناشف قبل ما يتعمل، قبل ما يخش في اي طريقة للطعام. اما تشيك بيز اللي هو زي ما احنا شايفينه بالطريقة ديت، هو اتنقع في مية وحجمه كبر شوية، فده اسمه تشيك بيز. ده الفرق بين حمص وتشيك بيز. عشان نبقى فاهمين الفرق نقول الاتنين بمعنى حمص ازاي، فاحنا ده المقصود بالحمص اللي هو الحبة الناشفة، اما المقصود بتشيك بيز الحبة اللي هي بعد ما تمتص مية وحجمها يكبر شوية. ده الفرق بين الاتنين. يلا بقى ليتس ستارت، يلا نبدأ الدرس بتاعنا. ما ننساش نشترك في القناة ونفعل زر الجرس ونحط لايك عشان ان شاء الله نتابع معاكم سنة خمسة ونكمل معاكم درس بدرس ان شاء الله. تعالوا نشوف الدرس بقى بيتكلم عن ايه. From farm to fork يعني من المزرعة للشوك، يعني من اول ما بنزرعه لحد ما بنيجي ناكله. تعالوا اول حاجة plant chickpeas in rows. هنزرع الchickpeas فين؟ في صفوف زي ما احنا شايفين في الصورة. water them regularly. water them regularly يعني ايه regularly؟ يعني بانتظام. وده نوع الكلمة، ده ظرف او حال، هناخدها برضو نشرحها دلوقتي في الدرس بتاع الحال. تمام كده؟ يبقى plant chickpeas in rows, water them regularly. اول حاجة بنعمل كده check the chickpeas plants. check the chickpea plants يعني افحص النبات بعناية وخد بالك منه. they should look green and healthy. لازم يكون لونهم اخضر قوي والورقة كده بصحة جيدة، يعني يبقى شكلها صحي كده وتحصل على المية بتاعتها كافية وتبقى مش دبلانة. تعال نشوف الصور التانية ديت. after a while the chickpeas will turn brown. طيب بعد فترة ايه اللي بيحصل؟ chickpeas بيتحول للون البراون اللي هو البني. this is when you harvest them and collect the seeds. ده في وقت الحصاد، كلمة harvest يعني الحصاد، و collect the seeds نجمع البذور. ونخلي بالنا ان الchickpeas ده بذور، يعني في نباتات احنا بناكل منها الاوراق، في نباتات بناكل منها الزهر، في نباتات بناكل منها البذور زي الايه، زي التشيك بيز. يبقى after a while the chickpea will turn brown. this is when you harvest them and collect the seeds. put the seeds into bags and take them to the market. بعد كده نيجي بقى لعملية الحصاد. خلاص حصدناه، هنحطه في ايه؟ في حقائب او اكياس، وبعدين نوديه الماركت السوق عشان ايه فترة يجي مرحلة البيع بقى. يبقى after a while the chickpeas will turn brown. this is when you harvest them and collect the seeds. put the seeds into bags and take them to the market. بعد مرحلة الماركت بقى اللي هو السوق او البيع، مروة buys some chickpeas and other ingredients at the market to make a delicious meal. مروة بقى او اي حد طبعا هيروح يشتري التشيكبيز والمكونات الاخرى other ingredients at the market to make a delicious meal عشان نستخدمه في الوجبات الايه اللذيذة. مروة puts the chickpeas in kosher and enjoys it with her family. طيب ايه الاكلات اللي بتحط عليها التشيك بيز؟ بنحطه على الايه، على الكشري. الاكلات اللي مشهوره بتحط عليها التشيك بيز، يبقى مروة puts the chickpeas in kosheri and enjoys it with her family. كلمه enjoy يعني يستمتع بيها.
تعالوا بقى نقرا الدرس مع بعض. أشرف grows chickpeas. Chickpeas are an important ingredient in many recipes such as kushari and hummus. Chickpeas aren't a fruit or vegetables. هو يعتبر من ال vegetables. They belong to a group of foods. يعني إيه belong to؟ يعني ينتمي إلى. They belong to a group of foods called legumes. إحنا قلنا قبل كده legumes يعني البقوليات، يعني النباتات الذات شقين زي الفول زي العدس زي الحاجات دي، دي اسمها legumes. Other legumes are lentils زي العدس and peanuts وزي السوداني. Chickpeas are a healthy food. They can help to keep your digestive system working properly. أهمية البقوليات بتعمل إيه؟ They can help to keep our or your digestive system، بتساعد الجهاز الهضمي working properly إن هو يعمل بشكل صحيح. وإحنا خدنا قبل كده كلمة digestive system يعني الجهاز الهضمي. البقوليات من الحاجات اللي مفيدة جدا للجهاز الهضمي عشان فيها ألياف. The chickpeas that you eat are the seeds of chickpea plant. الحمص اللي احنا بناكله عبارة عن البذور بتاع النبات، زي ما احنا اتفقنا في نباتات بناكل الأوراق منها، في نباتات بناكل الزهور، في نباتات بناكل الثمار، في نباتات بناكل البذور بتاعتها زي الحمص. This is how you grow chickpeas and make them into delicious meal. تعالوا بقى نشوف مع بعض ايه الكلمات المهمة. طبعا مفيش اي كلمات جديدة في الدرس، يعني حاجة بسيطة جدا. كلمة belong to احنا واخدين قبل كده digestive system. كلمة ممكن legumes اللي هي البقوليات، واخدين قبل كده lentils اللي هي العدس، واخدين delicious. تعتبر كل الكلمات واخدينها، مفيش فيها اي كلمات جديده. يعني سنه خمسه الدروس هتلاقوها سهله جدا، احنا خدنا خبره في سنه رابعه، خدنا كميه كلمات كبيره جدا هتساعدنا كلها في سنه خمسه، هتلاقوها كلها متعاده. الدرس متضاف ليه حوالي اربع خمس كلمات جديده، وباقي الكلمات كلها اعاده لسنه لسنه رابعه، يعني ما نقلقش خالص. تعالوا بقى مع بعض نشوف الكلمات المهمه بتاعه الدرس. How to grow chickpeas from farm to fork. احنا قلنا ازاي هنزرع التشيك بيز from farm to fork، من المزرعة او من الحقل الى الشوكة او الى المكان اللي احنا بناكل فيه او لحد الاكل، يعني من مرحلة الزراعة لحد لحد الاكل. خلي بالنا كلمة مزرعة farm تاخد حرف الجر on the farm في المزرعة. تشيك بيز اللي هو الحمص، وعرفنا الفرق ما بين التشيك بيز والهمص. vegetables اللي هي الخضروات، fruit فاكهة، hummus اللي هي الحمص، recipe يعني وصفة خدناها قبل كده، ingredients المكونات برضو أخدناها قبل كده. حد دلوقتي مفيش أي كلمات جديدة. طيب كشري، ملوخية، soup، وناخد بالنا من نطق كلمة شوربة وكلمة صابون. تعالوا كده نشوف نطق كلمة شوربة اسمها soup. تعالوا كده بقى لنطق كلمة صابون. انا بميز لكم هي الكلمة مش عندنا في الدرس، ولكن عشان تفرقوا في النطق ما بين الاتنين، التانية soup. كلمة ميل يعني وجبة. طيب الوجبة الأساسية اللي احنا بناكلها اسمها main meal يعني الوجبة الرئيسية. delicious يعني لذيذ، seeds يعني بذور والمفرد بتاعها seed، legumes يعني البقوليات، important يعني هام او مهم، lentils اللي هي العدس lentils، peanuts يعني الفول السوداني. هيا سنة خمسة في اي كلمات جديدة؟ فيش اي كلمات جديدة. يلا نكمل كلماتنا. digestive system الجهاز الهضمي، energy nutrients اللي هي العناصر الغذائية، rows اللي هي الصفوف، belong to يعني ينتمي الى، belong to ينتمي الى. ها كلمات فيها ايه مشكلة سنة خمسة؟ كلها كلمات واخدينها قبل كده في سنة رابعة. طيب تعالوا بس هنشرح جزئية بسيطة. احنا خدنا قبل كده الصفات. الصفات بتوصف اسم، يعني ايه؟ يعني مثلا بوصف حد ان هو مبسوط، بوصف حد ان هو سريع، بوصف حد ان هو طويل، بوصف حد ان هو قصير، بوصف حد ان هو حزين. كل ديت صفات بوصف فيها بيها اسماء او اشخاص او اشياء. طيب زي مثلا نور is slow، انا عندي هنا الصفة slow، بوصف مين؟ بوصف نور.
يعني الصفة هنا بتوصف الاسم ده اهو، بوصف نور اللي هي سلو. طيب انا عايزة اقول بقى نور بتمشي ببطء، يعني انا هنا بقولت هي بطيئة، طب انا عايزة اقول بتمشي ببطء، تمشي ببطء، بوصف مين؟ بوصف نور ولا بوصف مشيها؟ بوصف المشي بتاع نور. يبقى انا هنا بوصف فعل، يبقى اذا الصفة بتوصف اسم، اما الحال بيوصف الفعل. انا هنا سلولي دي حال، adverb حال، بتوصف مين؟ بتوصف المشية بتاعت نور، مش بتوصف نور. طيب انا بحصل على الحال ازاي من الصفة؟ باضافة الواي. طب كل الكلام بنضيف له الواي؟ لا، في صفات بيضاف لها الواي، وفي صفات اسمها غير منتظمة الريجولر هنبقى ناخدها بعدين مش وقتها، بس لازم نكون عارفين الاول الاساسيات. يبقى انا اول حاجة لازم اعرفها الفرق بين الصفة والحال، الصفة بتوصف الاسم اما الحال بيوصف الفعل. طيب بحصل على الحال ازاي؟ باضافة الواي من الايه؟ من الصفة. طيب علي is happy، انا بوصف مين اللي هو happy؟ بوصف علي. طيب عايز اقول هو بيتكلم وهو مبسوط، هقول علي speaks happily. happily هنا دي حال، بتوصف مين؟ بتوصف الكلام بتاع علي، مش بتوصف علي نفسه. يبقى ده الفرق ما بين الادجكتيف والادفيرب، الادجكتيف بتوصف noun اما الادفيرب بيوصف الفيرب، عشان كده سميناه ادفيرب. ادفيرب بيدي اضافة للفيرب. خلاص كده يبقى ده الفرق ما بين الصفة وبين الايه؟ الحال. وعرفنا امتى نستخدم الصفة وامتى نستخدم الحال، نستخدم الصفة لو انا هوصف اسم، نستخدم الحال لو انا هوصف فعل. طب بحصل على الحال ازاي؟ باضافة الواي من الايه؟ من الصفة، وديت مش قاعدة ثابتة، يعني فيها حاجات، فيها حاجات الريجولر غير منتظمة هناخدها بعدين. طيب انا عندي هنا ادفيرب حال عندي في الدرس اسمه regularly. regularly معناها بانتظام، regularly نطقها ممكن يكون صعب شوية بس نحاول نتمرن عليه. regularly 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 يعني بانتظام. water the chickpeas regularly. water the chickpeas regularly يعني معناها اسقي، خلوا بالنا water يعني مية، water يعني يروي أو يسقي، water يعني مية ويعني يروي أو يسقي. ننطقها water ماشي، ننطقها water ماشي، كله صح مفيش أي مشكلة، بس نبقى فاهمين إن معناها مية ومعناها يروي. أنا عندي هنا في الدرس معناها يروي في جملة، الجملة عندي water the chickpeas regularly، أنا بوصف إيه اللي بانتظام؟ بوصف الشيكبيز بانتظام ولا الروي بانتظام؟ الروي بانتظام، عشان كده أنا استخدمت هنا الحال اللي هو regularly. يبقى water the chickpeas regularly ده المثال اللي جالنا عن الحال regularly في الدرس بتاعنا. طيب في حال تاني موجود عندنا في الدرس اسمه properly. properly معناها بشكل صحيح، تعالوا نشوف اتذكر عندنا ازاي. your digestive system works properly. your digestive system works properly انا بوصف العمل بتاع الجهاز الهضمي ان هو بيمشي بشكل صحيح properly، عشان كده انا وصفته بالحال، وصفت الفعل هنا بالحال، يعني ما ينفعش ان انا هنا استخدم صفة، لازم استخدم حال. استخدمت الحال اللي هو اسمه properly معناها بشكل صحيح. ليه؟ عشان انا بوصف العمل بتاع الجهاز الهضمي مش الجهاز الهضمي نفسه، فلازم اخد بالي من الادفيرب اللي هو regularly والادفيرب اللي هو properly وازاي استخدمهم ومعناهم ايه. properly معناها بشكل صحيح، regularly معناها بانتظام. ناخد بالنا من الجزئية دي كويس جدا، ازاي نقدر نفرق ما بين الادجكتيف والادفيرب، الصفة والحال. كده احنا خلصنا درسنا يا سنة خمسة، ياريت تتابعوا القناة، ياريت تشتركوا عشان ان شاء الله ينزل لكم درس بدرس، وابقى معاكم على طول ان شاء الله في كل جديد ينزل. وما فيش اي مشكلة، لو اي حد محتاج اي حاجة يبعتلي وانا ان شاء الله هرد عليه على طول. لو في حد محتاج شرح اي حاجة انا جاهزة لأي حاجة ان شاء الله. جود باي سنة خمسة. تعالوا نفرق ما بين الصفة والحال. نور is slow. نور walks slowly. ايه الفرق ما بين الجملتين؟ الجملة الاولانية انا بوصف مين؟ بوصف نور. نور ان هي ايه؟ slow. slow يعني بطيئة، فعشان كده استخدمت الادجكتيف slow. اما الجملة التانية نور walks slowly، انا بوصف المشية بتاعت نور انها slowly، فعشان كده استخدمت الادفيرب اللي هو slowly. الجملة التانية علي is happy، علي مبسوط، بوصف مين ان هو مبسوط؟ علي، عشان كده استخدمت الادجكتيف happy.
علي speaks happily، هو بيتكلم بسعادة، فأنا بوصف الكلام بتاعه عشان كده استخدمت الادفيرب اللي هو happily. كده أظن فهمنا الفرق بين الصفة والحال. الحال بيوصف الاسم، الصفة الصفة بتوصف الاسم. تعالوا نقرأ الجمل دي مع بعض. نور is slow، نور walks slowly. الفرق ما بين الجملتين، في الجملة الأولى أنا بوصف نور إن هي slow، بوصفها هي إن هي بطيئة. نور walks slowly، بوصف المشية بتاعتها إن هي بطيئة، المشي كverb. يبقى هنا بوصف الاسم، هنا بوصف الفعل. الجملة الثانية، علي is happy، علي مبسوط أو سعيد. بوصف مين؟ بوصف علي إن هو سعيد. علي speaks happily، بوصف الكلام أو طريقة الكلام بتاع علي إن هو بيتكلم بسعادة. الجملتين، الجمل الأولانية دي بستخدم فيها الصفة اللي هي الأدجكتيف وهي بتوصف الاسم، أما الجملتين التانيين أنا بستخدم الأدفرب اللي هو الحال وهو بيوصف الفعل. يبقى إذن الصفة بتوصف اسم، الحال بيوصف إيه؟ بيوصف فعل. لو حابة أوصف اسم هستخدم صفة، لو حابة أوصف فعل هستخدم حال، وده الفرق ما بين الصفة والحال.